انا كنت مريح في هذا المقهى، هذا المقهى الصباح، وبنت لي الناس تغوت تقول وقفي 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 وقفي. لالا هي ما شافش العافيه، هي كانت صايقه شمت غير ريحه ليسانس مي، ومي قالها وقفي هبطات تشوف تلقى العافيه بدات تشعل، وقفوا المواطنين تيقولوا عندك العافيه. وقفنا احنا من الناس الاولين ووقفنا معاهم، والحمد لله مي خرجت السيده والسيد كانوا في السياره خرجوا سالمين، اللهم لك الحمد. وكانت العافيه كثيره، وانتم تشوفوا الحادثه كي داير. التدخل ديالي الاخ كان تدخل هبط، قلت لهم هبطوا مشاو هما داخلوا ما عرفوش العافيه ما شافوهاش، وانا قلت لهم هبطوا 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 حتى نكس القهوه مقود معاهم بينه وبينهم واحد 30 متر شتا الدخان تيطلع، هما ما شافوش الدخان وما شافوا لنا السياره تيقول لهم وقف 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 وقف. مي وقفوا قلت لهم لا لا هبطي راه كاين العافيه من تحت. ومي وقعت العافيه بقينا هنا انا والاخوان تنجيبوا، كل واحد جاب التراب وكل واحد اشنو دار باش طفينا العافيه، وجات الوقايه المدنيه وكملنا الخدمه ديالها. بالنسبه لهذه الحادثه هذه كنا حنا جالسين في القهوه نيت اون فاست الحادثه، بما تنشوفوا الناس تجاره نضنا لقينا الدخان خارج، الناس تجاره ولينا عاد نجي تنجاره بغينا نطفيوها، يلا معدات عندنا ديال الطوموبيل تعرفتي داك طفا داك الشيء ديال الطوموبيل داك الشيء بسيط. في البلاصه عيطنا البومبيه جات في حقها في الوقت ديالها، زعما حنا تفاجئنا بان اللي كنا تسمعوا البومبيه انها تتعطل، وان جات في الوقت في تقريبا في نفس 3 دقائق ولا 4 دقائق كانت هنا، والحمد لله وتمكنات من الاطفاء ديال العافيه اللي كانت شاعله في السياره، والحمد لله راه نجاو الناس ديال اللي كانوا راكبين في السياره، اصحاب السياره نجاو الحمد لله، والحمد لله ما وقع لهم والو، والطوموبيل راك تشوف راه ماشي مشكل، اللهم في الحديد ولا في الانسان. هو السبب هو 50% ديال سبب، يعني شويه يعني بحال تقول تنطفو تتشعل تنطفيو هو تتشعل، حتى جاو المسؤولين ديال المطافئ هما اللي تمكنوا من الاطفاء ديالها بالكامل، والحمد لله. يعني راه حنا على ماشي هما اللي على سلامتنا، حنا على سلامتنا بان كون وقعتنا شي حاجه حنا ما عندنا الخطر ديالنا عيضرنا نشوفوا واحد الحاله مساكن العافيه وشاعله وسميتو راه ما نتقبلوهاش، والحمد لله.